كتار منا عندهم الموهبة والمؤهلات، إنما بتنقصهم الإمكانيات المادية يلي هن بحاجة إلها للبدء بتنفيذ مشاريعهم وأفكارهم. The Crib شركة بتأمن الدعم اللوجيستي من مساحة وتجهيزات أولية بتضعها بتصرف المجموعات يلي بحاجة لمكان جاهز للانطلاق. عرفنا أكثر عن حالك. أنا اسمي كمال حسان، المدير التنفيذي للكريب بدبي. جيت على دبي بال 2008. شو الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة؟ في 2011-2012 واجهتني عدة مشاكل إني أجمع الشباب المبتدئ والشركات الناشئة في مكان واحد. وجدت إنه المنطقة وبالخص دبي ما كان في مكان نتورك ايكو سيستم يجمع كل الشركات الناشئه في مكان واحد، فطلعت عندي الفكره لخلق الكريب. انا تجربتي بالكووركينج، تجربتي بالحاضنات ترجع الى 1992، فعندي تجربه كبيره بهذا المجال. شو هي الحدود اللوجستيه اللي ممكن تامنوها على صعيد المساحه او الفتره الزمنيه؟ على صعيد المساحة احنا حدودنا هي المكان اللي احنا فيه، وعبارة عن 8000 سكوير فوت. اما على صعيد الوقت ما عندنا حدود. هل فينا نقول انه الهدف من فكرتكم هو الاستثمار مع الشركات الناشئة، ام همكم الاول والوحيد هو تأجير الموقع؟ هو احنا بنقدم بالتحديد ثلاث خدمات. الخدمة الاولى تأجير الموقع، فبالنسبة لنا هذا جزء من الدخل الكريب. الخدمة الثانية احنا عندنا مستثمرين وشركات كبيرة هي في يعني جزء من عملها معانا وبتدخل معانا لسبب انها حايزة تستثمر بهذه الشركات الصغيرة، فبنعمل ماتشنج بين الستارت اب والانتربرنور والكوربريت انفسترز. والخدمة الثالثة اللي بنقدمها انه احنا نفسنا مستثمرين. كمال، شو اكثر التحديات اللي واجهتك؟ تحديات كثيرة، المنطقة يعني فيها تحديات كبيرة، ولكن احنا في دبي يعني بنعيش في مدينة فيها تسهيلات كثيرة جدا بنفس الوقت. اهم التحديات اللي واجهتنا هو مفهوم الكووركينج، مفهوم موجود في بلاد العالم كاملة لكن لحتى الآن مش متطور كتير بالمنطقة هان وبدبي. Hi, my name is Marina Aharkova. I have been working with the Crib for 2.5 years in the capacity of HR operations and community management. Unlike our local and global competitors, the Crib combines the few key offerings in one. First is an end-to-end co-working for freelancers, startups, and SMEs. What we do is we offer flexi desks, dedicated desks, private offices for larger companies, along with the digital services and a learning academy. Hi, أنا راني العود. مجال عملي في The Crib يتضمن التحليل المالي وعلاقة المستثمرين. لي معهم أكثر من سنة ونص، وما يميزنا عن غيرنا أن نقوم بجمع الشركات الناشئة والكوربريتس بهدف دعم وتطوير بيئة الابتكار. Hi, my name is Lauren Ruddle. I've been working here for just over a year now. I help to connect angels or private investors to investment opportunities. The great thing about the Crib and what differentiates us from the rest is that we have access to not only global deals but also to global angels and private investors around the world. من بعد كل هالتحديات وين بتشوف الشركة بعد سنين من اليوم؟ احنا في بدينا خطة انه نكبر بالمنطقة وبرا المنطقة. كما تعرفي انه مثلا اليو اس امريكا فيها كووركينج كبيرة وفيها شركات ضخمة بتعمل نفس الشيء اللي بنعمله، لكن احنا عندنا حاجة خاصة اللي حابين نكبر فيها وهي ربط المنطقة العربية وربط الخليج بالتحديد ومن دبي بالسوق الأمريكي. فأول شيء عاملينه هلا احنا هنفتح الكريب باليو اس. كذلك عندنا خطة لأنه نكبر في
ايجا از ويل اللي هي بالتحديد بالصين. اذا بدك توجه نصيحه للاشخاص اللي عندهم افكار بس بعدهم خايفين ينطلقوا ام يبداوا بمشروعهم الخاص، شو بتقول لهم؟ انا اعتقد يعني الاشخاص اللي عندهم افكار حابين ينطلقوا لازم يكونوا جزء من كوميونتي. يعني اول شيء لازم تعرف ايش موجود بالكوميونتي، من هم المبتدئين اللي زيك في الكوميونتي، من كيف تبدا تاسيس الشركه، كيف تبني الفريق، وكل هاي الشغلات اللي هي البدايات الاولى لاي واحد بحب انه يبني شركه. ذكرب بلشت من دبي وان شاء الله عم تتوسع بالعالم، بس ليش اخترت دبي؟ دبي بالتحديد مدينة عالمية، عندك القدرة انك تتنقلي لاي مدينة تانية في الوطن العربي من دبي بطريقة سهلة، في انفراستراكشر بنية تحتية قوية جدا، قوانين كلها تعطيك الفرصة انك تبتدأ وتبدأ بسرعة يعني. وكمال كيف بيوصف نجاحه اليوم؟ الكريب من اوائل الكووركينج الموجودين في دبي ولحتى الان موجودين يعني، وهذه يعني بعتبرها نجاح. وحاليا النجاح الاخير ان شاء الله هو انه نكبر في مناطق مختلفه. وخلال هيدي المسيره الغنيه خلينا نقول، شو اكثر اسس النجاح اللي اثرت فيك؟ في الحقيقه لما بدينا ما كان حد فاهم شو يعني كووركينج، شو المفهوم الكووركينج. اليوم الحكومه تقدم كووركينج، الفري زونز عندهم كووركينج، فهذه يعني انا بعتبرها نجاح لانه قدرنا نغير المفهوم بهذه الطريقة. النجاح الآخر إنه شركاتنا اللي استثمرنا فيها وشركاتنا اللي مرت على الكووركينج فيها كتير منهم شركات ناجحة وكبيرة، فأنا يعني فخور جداً باللي قدمنا للكوميونيتي، قدمنا للإيكو سيستم، وإن شاء الله هنكمل يعني هذه الميشن تبعتنا، هذا هو فكرتنا يعني. إن شاء الله التقدم بيكون دايم كمان، وشكراً لك. شكراً جزيلاً. يا ما في عالم موهوبة وكان الحاجز المادي عقبة بانطلاقهم ونجاحهم. The Crib شركة بتأمن انطلاقة مهمة لكل يلي عنده أفكار وناقصه مكان ونقطة البداية.